أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن من علامات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق النبات، فكل نبتة خصها ربنا تبارك وتعالى في شفرتها الوراثية بقدرات على اختيار ما يناسبها من عناصر ومركبة الأرض، ومن هنا تتنوع أشكال الزهور والثمار والأوراق والأخشاب كل نبتة. يعني ونرى على الأرض الواحدة نباتات متعددة ثمارها مختلفة شكلا وحجما وطعما ولونا ورائحة، وهذا من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. وربنا تبارك وتعالى جعل كل ثمرة فيها فوائد لمن يأكلها، كل ثمرة. يعني لا تعدم أي ثمر من الثمرات أن يكون لها فوائد. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بعض الثمار بمديح خاص، كما امتدح، كما ذكرنا، يعني امتدح الدباء، امتدح التمر، امتدح كمان اليقطين، قلنا الدباء، التين، الزيتون، ثمار كثيرة. ولو أن المسلمين اعتنوا بهذه الوصايا لاستغنينا عن كثير من الأدوية. ويمكن أشرنا في حلقة سابقة إلى أن صناعة الأدوية هي من أغلى الصناعات وأغناها على وجه الأرض، لأنهم يضعون يعني جزء من مركب كيميائي صغير فيما يغلفه، ويباع هذا يعني آلاف الأضعاف لتكلفة إنتاجه. وليست المادة المصنعة تقترب من صناعة رب العالمين. يعني دائما المركبات الكيميائية في ثمار النباتات وحبوبها وأوراقها يعني تختلف تماما عن محاولة الإنسان لتقليد ذلك. ولو أن المسلمين يعني وعوا قيمة هذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوها، وأنا أعتقد أنه في القديم كانوا يطبقون شيئا منها واعتمدوها وسائل للعلاج بعد الدراسة المتأنية والتجربة العميقة، يعني لاستفدنا فائدة كبيرة ولاستغنينا عن كثير من الأدوية التي تدفع فيها يعني بلايين الدولارات في كل سنة. لذلك اخترت لحضراتكم اليوم إن شاء الله بعض أحاديث المتعلقة بالدواء والشفاء أو الوقاية والشفاء. من هذه الأحاديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله تعالى أنزل الداء وجعل لكل داء دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. يعني يتداوى الإنسان ولا يجوز أن يتداوى بشيء فيه حرمة. أغلب الأدوية الغربية أو الآتية لنا من عند غير المسلمين يذيبونها في الكحول، والكحول مادة يعني خطيرة جدا بأضرارها على المواد العضوية، وأجسادنا كلها، خلايا أجسادنا مواد عضوية. والخمور فيها مركب يعني يذيب، أو أكثر من مركب يذيب المواد العضوية. جسم الإنسان مكون من هذه الخلايا العضوية، وإذا بتها قد تضر بالإنسان ضرر بليغ ولو على مدى زمن طويل. يعني توصلوا في نهاية عمره إلى الجسم يكون فقد أغلب قدراته على مقاومة الأمراض. فقال إن الله تعالى أنزل الداء وجعل لكل داء دواء، ف
فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. من أكثر الحرمات طبعا الكحول، يعني المسكرات والمخدرات. وطبعا كان مفروض يكون لنا جلسة في هذا الموضوع، لكن أنا حاولت أختصر الأمر قدر الاستطاعة. الكحول يتخيل كثير من الناس أن فيه فوائد، والغرب يأخذونه على أنه وسيلة تدفئة، الجو عندهم بارد ويدعون أن الكحول يوسع الشرايين فيندفع الدم إلى السطح فيؤدي هذا إلى دفء كاذب. والحقيقة أنه بيفقد حرارة الجسم عندما تندفع الدماء في أوردة والشرايين قد توسعت وتعرضت لبرودة الجو، فهم بيفقدوا الجسد حرارته دون أن يدرون، وهي ليست وسيلة تدفئة ولكنها وسيلة من وسائل إهدار طاقة الجسم إلى الخارج. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل في حالات كثيرة، بعض الناس يقول له أن الخمور هذه فيها فائدة للجسم، فيقول صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست دواء. ويقول صلى الله عليه وسلم من تداوى بالخمر فلا شفاه الله، يعني الذي يتخيل أن الخمر فيها شفاء فالرسول يدعو عليه فلا شفاه الله. ويقول صلى الله عليه وسلم إنه لم إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم، هو حرم عليكم الخمر في آيات كثيرة فلا يمكن أن يكون فيها شفاء. وآيات تحريم الخمر مرت بكم جميعا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والمنافع يعني بعض المكاسب المادية التي قد يحقق الإنسان ولكنها مكاسب لا يبارك فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وقل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر فهل أنتم منتهون. ويقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. طبعا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخمر يعني كثيرة جدا وعديدة، وتجعل أي إنسان عاقل لا يعرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات القدرة الإلهية أيضا أن الله تعالى أنزل الداء وأنزل الدواء، يعني ما من داء أنزله إلا وأنزل له الدواء. وهذا أيضا إشارة إلى الخلق في الزوجية حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخمر أم الفواحش ومن أكبر الكبائر، ولذلك فقد نهى القرآن الكريم كما نهت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر أو التداول فيها صناعة أو نقلا أو بيعا أو شراء أو شربا أو تقديما أو لمسا أو بأية حجة من الحجج، فإنها داء وليست بدواء ولا شفاء فيها، بل هي سبب للعديد من الأمراض البدنية والنفسية والاجتماعية. يعني أذكر أنا في أول ما ذهبت إلى بريطانيا جلست أبحث عن مطعم حلال، يعني مش عايز أكل يعني من أكلهم لأن أكلهم مدنس تماما، يعني بيطبخوا بدهن الخنزير ولا يوجد عندهم عملية الطهارة التي نراعيها في أوانينا وفي ملابسنا وفي طبخنا. وكثير من الناس بيفتن بالحياة الغربية وحياة نجسة والله من أولها إلى آخرها. فوجدت مطعم مكتوب عليه حسين ريستورانت، مطعم حسين، يوجد مكان للصلاة، يعني لحم حلال. ففرحت جدا فرح كبير، دخلت المطعم بعد أن جلست وطلبت الأكل الذي أريده ولاحظت الناس تشرب خمر. فالخادم اللي بيخدم علي سألته مين صاحب هذا المصنع؟ قال لي مستر حسين. فين مستر حسين؟ قال لي هو اللي قاعد على الكيس هذا. قلت له ادعيه لي، قلت له اطلبه انا عايزك اتكلم معه. فجاني الرجل سلمت عليه وقلت له يعني انت مسلم؟ طبعا لم تقرا اللافته، يعني لحم حلال ووجد مكان للصلاه. منين؟ انا من بنجلاديش. قلت له طيب الا تعلم ان الخمر حرام وان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التداول فيها باي شكل؟
يعني عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاريها وبائعها، كل من له صلب الخمر، حتى أن الرسول حرم الجلوس في مكان يتداول فيه الخمر. قال والله يعني عادة الناس هنا أنها تشرب مع الأكل، وإذا لم أقدم الشراب يعني قد لا يأتيني أحد. فسألته هل تؤمن أن الرزق من الله ولا من العباد؟ قال لا من الله. قلت طيب خايف من إيه؟ فخجلا مني قال خلاص أنا هحرم أن أنا أقدم خمر، لكن اللي عايز يجيب خمره معاه هو حر. قلت له على كل حال خطوة. فضلت وراه يعني أروح يعني كل فترة أتغدى أو أتعشى عنده. لما حرم الخمر والله يا أخوات كنت أرى الناس طوابير، يعني فترة غداء عندهم ساعة، يعني أرى الناس طوابير تنتظر طولة تخلو حتى يدخلون لهذا المحل. فالرزق من الله سبحانه وتعالى ليس من العباد. والذي يتخيل أن وسائل إغراء العباد وسيلة الرزق يعني خاطئ في حكمه، ففيهما إثم كبير ومنافع للناس. بيدخل من المكاسب المادية هذه والله آخرها كلها الخراب. وما رأيت مسلم تداول أو تعامل في الخمر في أوروبا أو في أمريكا إلا وانتهت حياته يعني إفلاس مفزع للغاية. فالحرام لا يجلب خيرا على الإطلاق. طيب، المكون الأساسي للخمر هو الكحول الإيثيلي. كما أشرت الكحول الإيثيلي هو من أقوى المذيبات للمواد العضوية، تتراوح نسبته بين 3.5% و55% باختلاف أنواع الخمور. وكل ما عتق الخمر كل ما زادت نسبة الكحول فيه. فتتخيلوا هذا من أقوى المذيبات للمواد العضوية. الإنسان اللي بيضعه في جوفه هو بيدمر جسمه، وأول ما يدمر الجهاز الهضمي، يعني بدءا من الفم واللسان يعني والمريء إلى المعدة إلى الأمعاء، هذا كله معرض للخراب، للقرحات، للنزيف، للالتهابات الشديدة، لأنه بيذيب هذه الخلايا ولو على مدى طويل. طبعا أخطر ما في القضية أن الخمر يذهب بالعقل، والإنسان يعني قيمته في هذه النعمة اللي ربي أعطاها له العقل، فكان الإنسان يغيبه يبقى الحيوان أكرم أو أفضل عند الله منه. حقيقة هذا المخلوق المكرم كرمه الله تعالى بالعقل، بالحكمة، بالقدرة على أن يحكم على الأشياء بوضع سليم. فإذا غيب عقله يتصرف الإنسان تصرف دون تصرفات الحيوان. ولو يتسهل الوقت كنت حكيت لكم قصص كثير عشته بنفسي يعني. فالخمر تذهب بالعقل وبالإرادة، يصبح الإنسان لا إرادة له ولا عقل عنده، يعني يضحك بدون سبب ويبكي بدون سبب، ينهار بمنتهى السهولة، يرتمي على الأرض، يتقيأ الطعام الذي أكله، يعني يصبح حتى من أسوأ ما يكون. الذهاب بالعافية والصحة، لأن طبعا الخمر بيؤثر على جميع أجهزة الجسم، يعني بدءا من المخ والجهاز العصبي إلى الجهاز الهضمي إلى الجهاز الدوري، يؤثر على القلب، على الأوردة، على الشرايين، فيؤثر على الصحة العامة للإنسان. وأخطر ما في ذلك الجهاز العصبي، لأن ثبت أن كل خلايا الجسم لها القدرة على التجدد، يعني الخلايا التي تهلك يعني الجسم ربي أعطاه القدرة على أن يجددها، يعطي غيرها، إلا الخلايا العصبية يعني لم يثبت إلى الآن أنها تتجدد. وكل ما يهلك من الخلايا العصبية بيؤثر على الذاكرة، على الوعي، على الإدراك، على الفهم. والجهاز العصبي هو أغلى وأعز ما في جسم الإنسان من أجهزة. والخلايا العصبية مرتبطة ببعضها البعض بخيوط شعرية دقيقة للغاية، إذا تمزق ضاع الجهاز العصبي. والخمر من أكثر المواد التي تؤثر على هذه الخيوط الشعرية الدقيقة التي تربط الخلايا العصبية ببعضها البعض. موت الخلايا العصبية يؤثر على المخ، يؤثر على الأعصاب، يؤثر على قدرة الإنسان في التحكم في جسده. من أخطر الأمور أيضا تأثير الخمور على جهاز المناعة في الجسم.
جهاز المناعة جهاز ربي أعطاه القدرة للدفاع عن الجسم. الخمور تذيب بعض هذه أجهزة المناعة فيصبح الجسد قابل لأي فيروس، لأي بكتيريا، لأي فطريات أن يتعرض لها الجسم فينهار. التأثير السلبي على الشفرة الوراثية، على الخلايا التناسلية، لأن هذا أيضا خلايا دقيقة جدا، والخمور يذيب بعض أجزاء منها، فتناول الخمور يؤدي إلى تدمير الشفرة الوراثية في جسم الإنسان، وهي ميراث يعني ربي أعطاه لنا من أبوينا آدم وحواء عليهما السلام عبر سلسلة طويلة من الآباء والأجداد حتى تصل إلينا. إدمان الخمور والمخدرات قد ينتقل إلى الجنين. يعني تصوروا حضراتكم سيدة أمريكية، طبيبة أمريكية اسمها جولي مانيلا، عاملة دراسة مستفيضة وتقول أن الأم اللي تشرب الخمر تورث الجنين وهو لازال بطن أمها أن يطلع مسكر، يطلع يعني يريد الخمر ويدمن الخمر قبل أن يخرج إلى هذه الحياة، وهي كارثة كبيرة. هذا طبعا بالإضافة إلى أن إنتاج الخمور فيه هدر لأموال طائلة. يعني مثلا إنتاج الخمور في العالم بتكلف مليارات الدولارات سنويا، الدعاية لها والإعلان عنها وتوزيعها، يعني فإهدار أموال طائلة أولى بها أن تنفق في إعمار الأرض، في إطعام الناس. أنا دعيت مرة لمركز أبحاث في جنوب فرنسا، وجنوب فرنسا مشهور بزراعة الأعناب، فروح بلد اسمها كونياك، يعني كاتبين على البوابة من برا فوزيت أكونياك وديفي بوار لكونياك، أنت في مدينة كونياك لابد أن تشرب الكونياك. وروح طبعا الشركة لما عزمونا على الغداء الكل يشرب، يعني المطعم كله بيشرب خمر بدعوة أننا كنا في بلد منتجة للكونياك فلابد أن تشرب الكونياك. وأطلعوني على مزارع العنب من أفخم أنواع العنب تحول كلها إلى صناعة الكونياك، صناعة الخمور. هذا هدر، هدر لا يعني يرضاه ربنا تبارك وتعالى ولا يقبله. العملية ليست فقط إهدار الأموال، بل إن معدلات الجريمة يعني تزداد في ظل المدمنين يعني بشكل ملحوظ للغاية. أغلب حوادث الطرق القتلى في الطريق، فأنا عندي خطر على الإنسان نفسه بكل أجهزة جسده، عندي إهدار للأموال في إنتاج الخمور وفي إعلان عنها وتوزيعها، عندي مبالغة في الحوادث يعني القتلى سنويا، أغلب طبعا حوادث السيارات وحوادث الإصابات ناتجة عن الإدمان. الأموال التي تنفق لعلاج المدمنين، يعني دعوني مرة والله وأنا في السعودية لزيارة مستشفى مستشفيات معالجة الإدمان، ويحسسني يعني شباب وشابات من كبار العائلات في البلد الإدمان دمرهم تدميرا كاملا وهدم أسرهم هدما كاملا. ف يعني إهدار الأموال، ازدياد معدلات الجريمة، تدمير بدن الإنسان، كل هذه يعني من أخطار تناول الخمور. طبعا مجال لا يتسع للتفصيل أكثر من ذلك، ولكن أقول أن أغلب الأدوية المستوردة من الخارج مذابة في الكحول أو داخلها شيء من الكحول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يمكن أن يكون فيه شفاء، إنها داء وليست بشفاء. أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض المطعومات التي لها فوائد للصحة. فالحديث الثاني الذي أريده لحضراتكم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. يعني فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه الحبة، الحبة السوداء هي حبة البركة أو القزحة كما يسمونها، يعني الحبة السوداء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها شفاء من كل داء إلا الموت. ف يعني لو وعى المسلمون طبعا قيمة حديث كهذا
وقاموا بدراسة الحبة السوداء، أخذوا زيتها وحللوه ودرسوا ما فيه، أخذوا يعني الجزء الجامد من هذه الحبة وأيضا درسوه ودرسوا ما فيه مركبات، والله لخرجوا فوائد رائعة جدا. وفي طبيب مصري توفي إلى رحمة الله اسمه الدكتور أحمد القاضي، يعني كان عايش في أمريكا وكان من كبار الجراحين، جراحين القلب في أمريكا، واستدعاه الملك فيصل عليه رحمة الله يعني لعلاجه في السعودية، فسمع بهذا الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السم، فاندهش يعني إيه حبة فيها شفاء من كل داء، فبدأ يدرس الحبة السوداء، وكان عليه رحمة الله من أوائل المسلمين الذين اهتموا بالحبة السوداء، وله بحوث كثيرة منشورة في هذا المجال. دكتور أحمد القاضي أنا حضرت له محاضرة في نقابة الأطباء في القاهرة، ويقول أنه أتى بدم مريض من مرضى نقص المناعة، طبعا عندهم الإيدز وعندهم الإيبولا وعندهم أمراض كثيرة تؤدي إلى نقص المناعة بشكل رهيب، تستعصي هذه الأمراض على العلاج حقيقة. فهو أتى بعينة من مريض من مرضى نقص المناعة، وورانا يعني أن تكاد تخلو عينة الدم من الخلايا الدفاعية عن الجسم، يسموها تي سيلز، الخلايا حرف التاء، يعني ورانا على الصورة أن الدم خالي تماما من أجهزة المناعة في الجسم وهي تي سيلز. وبعدين المريض هذا بدأ يعطيه الحبة السوداء، بعد أسبوع ورانا بدأت الخلايا الدفاعية يعني تظهر في الدم، بعد أسبوعين يعني وصلت تقريبا إلى 70% من حجمها الطبيعي، بعد 3 أسابيع وصلت إلى 100% تقريبا. فأثبت أن معنى هذا الحديث الشريف أن الحبة السوداء هي تقوي جهاز المناعة في الجسم، وإذا قوي جهاز المناعة أصبح الجسم قادرا على الدفاع عن نفسه من كل أنواع الأمراض، وزي قال صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. فالشفاء يأتي منين؟ إنها بتقوي جهاز المناعة، فيبدأ الجسد يدافع عن ذاته. ولو أدرك المسلمون هذه الحقيقة لا يعني استفادوا بهذه الحبة المباركة، وإنتاجا ودراسة وتطبيقا في حالات مرضية كثيرة. الدكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله لاحظ أيضا أن الثوم له فائدة كبيرة والعسل، فأنتج حبة يعني يعالج بها نقص المناعة، عبارة من حبة البركة والحبة السوداء والثوم والعسل. الحبة السوداء اسمها اللاتيني نيجيلا ساتيفا، وجمع اسم الحبة السوداء والثوم وعمل حبة اسمها كوني جار، يعني كومباين جارليك النيجيلا ساتيفا، يعني خليط من الثوم والحبة السوداء أو الحبة البركة، وعالج به حالات كثيرة من حالات نقص المناعة، وربي شفاها على يدي، وأنشأ يعني مركز للعلاج في فلوريدا، مثل أكبر بولي كلينيك، يعني عيادة كبيرة جدا. والله يعني يقول لنا يعني عليه رحمة الله أنه عالج بالقرآن حالات الطب التقليدي كان رفع يديه منها تماما، ورب شفاه بس يسمع، هو مش فاهم، المريض الأمريكي مش فاهم، لا يعرف عربي، لكن مخلي في المستشفى هذا القرآن يتلى بصوت خفيض في كل الغرف. يقول والله إنه عالج بعض الحالات المستعصية من الأمراض التي الطب التقليدي رفع أيديه منها بتلاوة القرآن أو بعض وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل وصيته بالحبة السوداء. وجدوا في الحبة السوداء مركب سموه نيجيلون، هو هذا المركب هو الذي يساعد في إنماء أجهزة الدفاع عن الجسد أو جهاز المناعة في الجسم. ثبت طبعا الآن في دراسات كثيرة عن الحبة السوداء اللي هي نيجيلا ساتيفا هذه وزيتها، إنها مادة فعالة ضد
مسببات الأمراض، البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، الفطريات وغيرها، مادة مضادة للأورام السرطانية وللأكسدة والالتهابات، مسكنة للآلام، مادة حافظة أو خافضة نسبة السكر في الدم. ينصح الحوامل بعدم أخذها لأنها قد تؤدي إلى إسقاط الأجنة، لكن المادة تحتوي على مواد مهدئة لحالات القلق النفسي والشعور بالإحباط وبالإجهاد. الحبة السوداء تقوي الذاكرة والقدرة على التركيز والمعرفة. أخذ 500 ملي جرام من زيت حبة البركة مرتين في اليوم لمدة 9 أسابيع. لاحظ الأطباء أنها تشفي من ضعف الذاكرة عند كبار السن. قليل من بذور حبة البركة مفيد في فتح الشهية، معالجة سوء الهضم، وقف حالات الإسهال، علاج حالات الاستسقاء، علاج هشاشة العظام. الحبة السوداء تفيد في حالات التقرح الداخلية والخارجية. زيت حبة البركة أو الحبة السوداء زيت مطهر يفيد في جميع حالات العدوى بمسببات الأمراض والالتهابات الداخلية والخارجية. تناول حبة السوداء أو زيتها يعين في عملية التخلص من الوزن الزائد. يعني سبحان الله ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. يعني معجزة حقيقية، يعني من كان في زمانه يدرك هذه الفوائد للحبة السوداء لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. فاذكروا هذا الحديث إن شاء الله، في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. كذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلبينة، فيقول عليه الصلاة والسلام: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. والتلبينة هي يعني شربة الشعير، يعني بردته كما هو، يعني شربة الشعير. التلبينة مجمة للفؤاد، يعني مطمئنة مريحة للفؤاد، مجمة للفؤاد، لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. والحديث له صياغات كثيرة. والتلبينة قلت هي الحساء الرقيق في قوام اللبن، يصنع من الشعير المطبوخ مطحونا بنخالته، أي من دقيق الشعير بنخالته، وسميت بهذا الاسم لشبهها بالحليب، باللبن الحليب بياضا ورقة. والإجماع هو الراحة، معنى أنها مريحة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن، أنها مفرحة بخاصية فيها أو في بعض مركباتها، يعني تساعد في إنتاج أو في تغذية الخلايا العصبية بصفة عامة. وكان يعني العرب قديما يعني يهتمون بشوربة الشعير هذه، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حساء الشعير يعني يستخدم أيضا في عمل الفتة، يعني بدل الأرز كانوا يحطون يعني الخبز عليه حساء الشعير، أو الأرز عليه حساء الشعير، وهو قاطع للعطش، مدر للبول، سهل الهضم لكثرة ما فيه من الألياف ولخلوه من مادة الجلوتين التي توجد في القمح العادي. وبعض الناس يعني لا يتقبل مادة الجلوتين، فبيصنعوا لهم خبز خاص من الشعير، وهي مادة نافعة لحالات السعال، خشونة الحلق، صعوبة التنفس، ولجلاء ما في المعدة، ولأمراض الكلى والمثانة، ولإطفاء حرارة الجسم صفة عامة، ولتقوية الأجسام المضادة في بدن الإنسان. في دراسات كثيرة، يعني أنا والله يعني دخلت على النت ويعني حاولت أشوف ماذا أحدث ما قيل في موضوع الحبة السوداء وموضوع التلبينة. تعجبون، يعني الغرب استفاد بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منا حقيقة. والله مكتوب مجلدات عن الحبة السوداء وعن التلبينة، عن حساء الشعير هذا. وعندنا فريق مصري أيضا اشتغل على هذا التلبينة، ومعهم أستاذة من جامعة ألبرتا بكندا، اسمها زينيا هاورش،
يعني وصلوا إلى نتائج عجيبة جدا، يعني الفوائد التي تحتويها شوربة الشعير هذه. أن الشعير يحتوي على عدد من المركبات الكيميائية التي تساعد على خفض كل من نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، مادة اسمها فيتا جلوكان فيها فيتامينات ألف وب وجيم ودال أشباه فيتامين ه، وفيتامين ه مهم جدا للجهاز العصبي في جسم الإنسان، غنية جدا بعناصر كثيرة، بوتاسيوم، المغنيسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، النيوتريوم، الحديد، النحاس، الكوبالت، الزنك، المضادات للعوامل المؤكسدة التي تقاوم وجود الشوارد الحرة في جسم الإنسان، وهذه الشوارد الحرة بتحطم الخلايا وتغير من تركيب الحمض النووي في داخل الخلية، وقد يكون هذا سبب من أسباب بعض الأمراض المستعصية، يعني كالسرطان عافانا الله وعافاكم منه. الكروم، المنوبنم، المنجنيز، السيلينيوم، فيتامين ألف وب وجيم ودال، النياسين وهو نوع من أنواع فيتامين ب يلعب دورا هاما في حماية القلب وشرايينه ووريثه. الحقيقة مكتوب مجددات في فائدة هذه الوصايا التي ذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. من فوائد شوربة الشعير هذه التلبينة التخفيف من الضغوط على الجهاز العصبي، وزي قال مجمة للفؤاد تذهب ببعض الحزن، يعني والله كأنه طبيب يصف للناس العلاج. التخفيف من الضغوط على الجهاز العصبي، حماية الجهاز الهضمي، تخفيض نسبة الكوليسترول والسكر في الدم، حماية القلب والجهاز الدوري بالكامل من خطر الجلطات الدموية، مقاومة الأورام السرطانية عافانا الله وعافاكم منها، خاصة سرطان القولون وسرطان الثدي، مقاومة تكون حصى الكلى، يقاوم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو، الحساسية خاصة عند الصغار، الحماية من روماتيزم المفاصل، تصحيح الأنسجة الجسدية، المساعدة في تخفيف الوزن. هذه بعض الفوائد لشوربة الشعير هذه اللي سماها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التلبينة. يعني كون البيت المسلم يحرص على أن يطبق يعني وصايا الرسول هذه صلى الله عليه وسلم في موضوع الطعام والشراب شيء عظيم للغاية. وأذكر يعني حرص كثير من البيوت الإسلامية إلى عهد قريب جدا على أن هو الفطار فيه بعض الحبوب المطهوة في اللبن وشيء من العسل النحل مثلا أو السكر يسموها البليلة، يعني كان وجبة أساسية عند كثير من البيوت المسلمة الإفطار على الحبوب المنقوعة في الماء والمغلية في الحليب مع إضافة يعني ملعقة من العسل حتى يحيوا هذه السنة النبوية الكريمة. الحديث الثالث الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوت، عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام، كما قال على الحبة السوداء، عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. والسنة بيسموها سنة مكة، يعني مشهورة يعني في الجزيرة العربية كثيرا. السنوت هو الكمون الأبيض، وطبعا الناس تستخدم الكمون كبعض التوابل يعني، ولا يعرفون أن له فوائد كبيرة للغاية من حيث صحيح. السنة بيفيد في حدث الإمساك المزمن وفقدان الشهية وعصر الهضم وفقر الدم والصفراء، نزلات الشعبية، أمراض الكبد والطحال، أمراض الجهاز الهضمي صفة عامة، والصداع وألم الظهر. وطبيخ السنة مع الخل يزيل الكحة ويعالج البواسير ويداوي العديد من الأمراض الجلدية ويعين على التئام الجروح ويوقف تساقط الشعر، ومخلوطه مع السنوت يزيل كل من الأورام بإذن الله سبحانه وتعالى والالتهابات الداخلية في الجهاز الهضمي. يستخدم حوالي جرامين من أوراق وثمار السنة الجافة بعد نقعها في كوب من الماء لمدة 12 ساعة، ويشرب هذا النقيع أو يخلط
مسحوق السنة مع عسل النحل ويبتدع. وبذور السنة أهم وأقوى من أوراق السنة، ولكن البذور قوية في محتواها من المواد الكيميائية، فلابد أن تؤخذ يعني بوصية طبيب عشان الكميات المحددة لا يتم تجاوزها. السنوت كما قلنا هو الكمون الأبيض، معرفش في كم، نعم السنة يعني هي أوراق نبتة صحراوية بيسموه سنة مكة أو سنة مكة، يعني بعض الناس يقول سنة مكة، نعم هو سنة مكة، نعم. تستخدم ثمار السنوت لفتح الشهية، لعلاج حالات المغص، لطرد الغازات، وقف التقلصات المعوية، كما تستخدم في علاج بعض أمراض العيون كالرمد، وفي مداواة بعض حالات أمراض المخ والأعصاب والأرق وبعض حالات الأورام الخبيثة، عافانا الله وعافاكم منها. طبعا كون الرسول يقول السنة والسنوت، ما في أحد درس خلطة بين الاثنين، يعني إلى الآن بيستخدم كل واحد لوحده، لكن قد يكون الحديث يعني خلطة ما بين الاثنين سنة وسنوت، ما حدش درس هذا للأسف الشديد لإهمالنا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة مادة كما شفت ملينة لمعالجة التلبكات المعدية والإمساك، تطهير الأمعاء لعلاج آلامها والتهاباتها، تطهير البواسير قبل إجراء عملياتها، مادة مفيدة في تخسيس الوزن، حبوبها أكثر فاعلية من أوراقها ولكنها لا تستخدم في حالات الإسهال وآلام البطن، وكذلك لا تستخدم في حالات الحمل أو الإرضاع أو التمريض، لا تستخدم على الدوام، لابد أن بصورة متقطعة. هناك أكثر من 400 نوع من السنة وكلها غنية بالفيتامينات، تعالج آلام الظهر الناتجة عن إصابات بكتيرية، سرطان الصدر والثديين عافانا الله وعافاكم منها، الإصابات الحشرية والبكتيرية، طارد للناموس، دواء لسم الثعابين، مفيد في علاج العديد من أمراض الجلد والشعر. طبعا هذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج جيل من الصيادلة المسلمين الذين يدرسون محتويات هذه النباتات ويجربونها في الحالات التي عرفت عنها، وقد تعوض عن يعني مئات من الأدوية التي تستخرج من الخارج. أما السنوت والكمون الأبيض ومضاد للبكتيريا والميكروبات، مضاد للبعوض ولغيرها من الحشرات الضارة، هو أصلا من البهارات ومطعمات الطعام، له فوائد طبية عديدة لم يتم تحقيقها علميا، يحتوي على عدد من الدهون والبروتينات والألياف بالإضافة إلى كل من فيتامين ب وجيم ودال، كما يحتوي على العديد من المعادن، الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، المنغنيز، ويحتوي على عدد من الأحماض المفيدة لجسم الإنسان، به العديد من مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة زي ما قلنا المواد المؤكسدة بتحطم الخلايا في داخل جسم الإنسان، يعني تذيب جدار الخلية، وإذا انفتحت الخلية يصبح مركبتها الداخلية عرضة للتغير الشديد. فدايما بياخدوا الأنتي أوكسيدانتس، هي مضادات الأكسدة، مواد مفيدة جدا ومن أغلى المواد الآن بيعا في الصيدليات، ولكنها موجودة في الكمون. مثلا مضاد للسرطان أنتي كارسينوجينيك زي ما بيقولوا، مضاد للطفرات الجينية التي قد تؤدي إلى تشوهات خلقية في النسل، أنتي ميوتاجينيك، مضاد للإجهاد أنتي ستريس، مضاد للقرحات المعدية أنتي ألسيروجينيك، مكون يسمى بهذه الصفة. هذه بعض وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الأدوية وأسباب الشفاء، يعني لو اهتم المسلمون بدراستها دراسة منهجية مختبرية دقيقة، والله لاستغنينا عن كثير من الأدوية التي تأتينا من الخارج والتي لا تخلو جميعها، يعني والله لا تخلو، أو الكثير منها على الأقل لا يخلو من وجود الكحول أو وجود مواد يعني قد تكون ضارة جسم الإنسان أو محرمة على المسلمين.
كذلك يعني كثير من الأدوية فيها مركبات من خنزير أو من دهن الخنزير أو من يعني بعض أجزاء جسم الخنزير، بعضها فيه المواد الكحولية، بعضها في مواد مخدرة. يعني كلفتها العادية غالية جدا، لو استغنينا ببعض وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ولو جزئيا يعني لأفادتنا فائدة كبيرة بإذن الله. هذا ما أريد أن أوصله لكم اليوم، والباب مفتوح لسؤالاتكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.